انت بتشتغل ايه؟ محاسب في الشركه. في الشركه اللي هي المقاولات؟ شركه المقاولات. انا محاسب في شركه المقاولات. سين ما قولك في الاتهامات المنسوبه اليك؟ قالوا اعترف بصحه الاتهامات. كتبت؟ مقولك ورد بالاتهامات المنسوبه اليك بامر الإحالة. جيم نعم انا بقر واعترف بحصول الرشوه. والمكافأة اللاحقة. هل لديك أخبار أخرى؟